عندنا المؤتمر الصحفي لمستر موسيماني النهارده وماذا قال عن مباراة الأهلي والترجي غدا. نروح نسمع موسيماني ومحمد الشناوي. السلام عليكم. يا the return leg of course with a small advantage to us, but we all know that the history of Ali and Taraji in Tunis and in, over here, the history speaks a lot, but sometimes the history doesn't say nothing. So what's important for us is to try and protect our lead, which is a small lead of 1-0. And how do you protect the lead? By scoring. And how do you protect the lead? By making sure that the opponents don't score. So those are the only two solutions you need to have tomorrow. But yeah, of course, I think, in my opinion, it's going to be a very open game from the first minute, because I would expect the opponents to try and score. And we're also playing home, we have to score. So maybe a good game to watch because it's going to be open a bit. هو بيقول الماتش طبعا احنا عندنا افضليه بسيطه من الماتش الاولاني طالعين كسبانين 1، بس ده ما يعتبرش هي افضليه بسيطه جدا، لان لو بصينا لتاريخ الناديين الاهلي والترجي سواء في القاهره او في تونس التاريخ بيقول حاجات كتير، بس ساعات التاريخ اللي بيقول حاجات كتير ما بيقولش حاجه، بمعنى يعني الكلام اللي بيثبته التاريخ ممكن احنا بنثبت عكسه. الماتش هيبقى صعب طبعا بالنسبه للفريقين، طبعا عشان نتاهل لازم نحافظ على التقدم بتاعنا او الليد اللي هو الافضليه بتاعتنا بالجون اللي احنا جايبينه، سواء ان احنا عزز بجون تاني او شباكه تبقى نظيفه ما نستقبلش اهداف. انا بتوقع ان هيكون ماتش مفتوح، الفرقتين هيلعبوا، الترجي هيحاول تجيب اهداف واحنا هنحاول نجيب اهداف، وهيبقى ماتش كويس، هيبقى ماتش يعني ماتش ممتع. Tomorrow what's important is the results, not really how you play. Because who cares how you play? At the end of the day, we want to go through. Of course, we would like to play better than the way we played in Tunis. But football is football. So you have, tomorrow for us is about the results. بكره الماتش بيتحسم بالنتيجه مش بالاداء، طبعا احنا اكيد عايزين نأدي اداء افضل من اللي في تونس، بس بيتقال مين اللي كسب ومين يتأهل، فالنتيجه هي اللي هتحسم التأهل مش شرط الاداء، فاللي هو المهم بالنسبه لنا بكره نتيجه المباراه اكتر من الاداء. Difficult opponents, good team we're playing against, good coach we're playing against, but we also have a good team. خصم صعب طبعا، فريق قوي ومدرب كويس بيلعب قدامه، بس احنا برضه فرقه كويسه. And I think ان شاء الله we qualify. واعتقد ان شاء الله هنتاهل. We are playing home. And I think you have seen all the games when we play here. We play to win. بنلعب على ارضنا، واعتقد شفتوا كل الماتشات اللي بنلعبها هنا في على ارضنا بنلعبها عشان نكسب. We are at home. احنا على ارضنا. I don't like to put myself ahead of the team. Because I'm not playing. هو طبعا السؤال برضه عشان ما سمعوش، هو كان بيقول هو المدرب الترجي عنده خيار واحد بس انه يكسب، لكن انت عندك خيارين، المكسب او التعادل، حاجه زي كده بتديك افضليه او بتديك اريحيه وانت بتتمرن ولا لا. فهو بيجاوب اول حته في الاجابه بيقول انا ما بحبش نفسي احط قبل نفسي قبل الفريق، ما بتكلمش عن نفسي قبل الفريق يعني. It's important at this point in time we are professionals, we should worry about the results not about personal egos. يعني بيقول اهم حاجه ما تفكرش في انا في احساسك بذاتك، لا تفكر في النتيجه في الفرقه. And I think the coach of Taraji has done very well. I think he has won more. He's got a better CV than my CV. So I've got nothing to prove. انا مش عايز اثبت حاجه، طبعا كلنا عارفين ان مدرب الترجي السي في بتاعه السيره الذاتيه بتاعته افضل من السيره الذاتيه بتاعتي، هو مدرب كبير فما عنديش حاجه اني اثبتها يعني. For me, it's all about the teams, about Ali to go to the finals. كل فكر هي فكر الفريق والنادي الأهلي يتأهل للنهائي. That's all. ده كل أقدر أقول. We'll cross the bridge when we come to it. You can't talk about the final. هو بيسأل عن النهائي، عايز تتمنى تقابل الترجي
الوداد ولا الكايزر شيبس، بيقولوا احنا هنتكلم عن الموضوع ده لما نوصل للنهائي، احنا مش عايزين نتكلم دلوقتي في الموضوع ده. The biggest mistake is for the coaches to talk about the final whilst they have a game here. أكبر خطأ ممكن يعمله مدرب إن يتكلم عن النهائي مع إنه لسه عنده ماتش هنا في الدور قبل النهائي لسه ما اكتسهوش يعني. Ever since we played the Champions League from last year up till today we are here, Ali has never played with the fans. بقول لحضرتك من السنة اللي فاتت وكنا بنلعب في بطولة أفريقيا حتى الآن الأهلي عمره ما لعب بجماهير من آخر بطولة. And we are in the second leg of the semi-final. وإحنا في الماتش العودة بتاع النصف النهائي. Of course it's better when you have your fans, but we have never had them. طبعا الافضليه احسن يكون عندك جمهورك معاك وراك، بس احنا عمرنا ما كان عندنا جماهير. The first time I saw the fans of Ali was in Qatar. اخر مره شفت جماهير الاهلي كانت في قطر، حكى عارف عشان الكورونا دلوقتي ما فيش جماهير بتيجي. Since I'm here I've never seen them. من وقت ما جيت ما شفتش جماهير هنا خالص. So of course I've played against Ali before with my former team. لعبت قدام الاهلي قبل كده مع سان داونز فريق القديم. And I know the power behind the 12th player of Ali, I know that. انا عارف ان الجماهير واللاعب رقم 12 وبتدي طاقه بتدي قوه للفريق. Because it used to affect me when I was with the former team. لان هو لما كان مع الفريق المنافس مع سان داونز كان بيتاثر بيها، بتاثر بوجود الجماهير النادي الاهلي. But now we don't have the fans, so we know that we have them, the support at home, we know they will support us. But if we start looking if Taraji had the fans and we didn't have the fans, it's neither here nor there. If that was the difference, maybe that what that gave us a motivation in Tunis. وبيقول لحياتك طبعا الجماهير هتبقى موجوده بتساعدنا بس في بيوتهم، بس احنا مش هنقعد نقول بقى عندنا جماهير وكان عندهم جماهير، لان دي مش هتعمل فرق. لو كان في بتصنع فارق الجماهير كان التراجي كسب على ارضه وكان جماهيره بتسانده. But we can't talk about الزهاب. If they are here tomorrow night, you know they're not here. لكن مش هنقول لو كان في جماهير بكره، احنا عارفين مفيش جماهير بكره، فمش هنتكلم على غياب الجماهير. ان شاء الله one day we will see them back. ان شاء الله في يوم من الايام نشوف الجماهير، عودة الجماهير تاني باذن الله. I've never seen them. هو عمره ما جه عمره ما شاف جماهير.